هاي اللوزة تطير وما حد يمسج سولفيلي. خلي افتهم ايش قد عمرها هي؟ 15. كان يقول لي موضوع امه وخالتي غير اخلاقي. راح نبدأ بأول قصة حول المادة 57، وهي مثال بسيط ربما على ما يحدث. قد يتعرض الرجل إلى ربما ظلم بالمادة 57، وبالمقابل هنالك سيدات أيضا تعرضن للظلم وللحرمان. هذه الحالات اللي راح نأخذها اليوم هي قد لا تعمم، حالات تحدث في أي مكان. إذا في بابل رجل يعمل موظف عنده 5 أطفال، طلق زوجته لأسباب عديدة منها مشاكل مالية، كانت مورطة في ديون يعني بدون علمه طبعا. قامت برفع 19 دعوة ضده، لكن المفاجأة الأكبر هي في اعتراف بنته ذات 15 عام بأن هنالك قضايا لا أخلاقية عند الحاضنة. طبعا هذا الحديث على ذمة الأب، حيث يروي القصة من وجهة نظره وليس بالضرورة أن نتبنى ما يقول. لتفاصيل أكثر نشاهد هذه الحالة. أنا أولاً موظف النفط مداوم بالبصرة، الوحيد لأهلي، لا أخ ولا أخت نهائي، عندي أطفال 5، 4 بنات وولد صغير، عن زواج 16 سنة. بدأ الموضوع يعني بال 2016، ما عاد اسولفك بالماضي، بس بال 2016 الاوج يعني مال عظمه مالتها. والدي توفى، يرحم اهلك ووالديك، رحم الله والديك. وفي يوم بالدوام اني خابرتني اخت طليقتي، قالت لي اقول لك موضوع الذهب، انا مو يمي. قلت لها يا ذهب، ما ماكو ذهب بالموضوع، انه ما طول لك سالفه، المو ذهب انه اختها وهي متفقات ذهب، تطل هاي ما اعرف. المهم جيت انا من الدوام راسا، طلبت اجازه، نزلت قعدت اثنين، طليقتي تقول لي انا اختي ضحكت علي اخذ الذهب، طبعا الذهب والدتي وذهب اني خاص بي وذهبها، يطلع قيمته 36 مليون تقريبا. فقلت لك قعدت هنا، هاي تقول انا كنت ارهن وانطت طليقتي على طليقتي، وذيك تقول لا هي ضحكت علي واخذته من تقبل تراجعه. شفت ما رد اي رده فعل من اهلها، حفاظا على اسرتي موضوع بالفلوس يهون. تقبلت الموضوع كما هو، لان عندي بنات وانا ما اقدر، يعني عائلتي وزواج 16 سنه وانا استحي يعني من السوالف. المهم رجعت ورا فتره، همات قام تندق علينا الباب فلوس طلب. شنو الموضوع؟ لان احنا الله نفضل علينا يعني مو مال معتاز يعني. انا والدي توفى عندي 3 سيارات. اي هم رحت لاخوها، قلت لها ابا اختك ها شردت لاهلها، طبعا تشرد اجل قيام يعني من يجون يدقون الباب. ايه تروح لها، ايه تروح لاهلها. فرحت لاهلها يعني قاعده مره ويا اخوها، قلت له تعالي اول 500 الف، يعني دريت مين قعدت اخوها، قلت له قعدها قبال ارد اعرف هاي 500 الف المن، تدري رده فعله شنو؟ سبحان المين طلب بدون علم زوجها، يعني هسه حتى بالشرع والقانون ما ترى. المهم صار قام يتراكم الفلوس، الموضوع بدا بهال 500 الف، وظل لا صار 93 مليون على مر لحد 2020 تقريبا. يعني هيك الان في يوم من الايام انا بالدوام دق علي ولد شخص رقم غريب، الو السلام عليكم، كان يقول انت زوج فلانه؟ موضوع يعني مستفز. قلت له انت منو؟ قال لي انا محامي مجمع بالحل منطقتي يعطي اقساط. افتهمت للموضوع مثلا، قلت له بس ارجوك، لان اثناء ما يتصل علي يطلبها، اي يطلبوهم اثناء ما يتصل علي جيراني والمنطقه واصدقائي يدقون علي اثناء الاتصال، دي يسولف وياي هو، لان دي يسال علي بالمنطقه. فخابرت سديته، خابرت الولد، قلت لهم لا هذا موضوع فلوس، انا ولد دزيت البيت يجيب الفلوس بس ما يندل البيت. انا شرد اقول له يعني اقول له جاء على مرتي مثلا يعني. رحيت همات لقيت مبلغ معين خير من الله يطلع قيمته 10 ملايين عليها، هي مو بس عليها وعلى اختها، هي هاي ام الذهب ماخذه تليفونات مطلعه وعابره على مقسام هو حاط على اثاث المنزل. المهم الان صار علي 19 دعوه هي رافعه علي؟ رافعه علي 19 دعوه، بدتها من التحقيق والجناح يعني الى الشرعيه، تنفيذ
كلهن ما قصروا لحد الان. انا عاني ولا ما طلقت طبعا. انا قلت لك من 2016 طلقت 5 4 22 يعني. بالمناسبه 3 قرارات اول دعوه قمتها انا ما قايم اي دعوه. اول دعوه قمتها مطاوعه تجي لبيتي. اول كسبتها هاي الدعوة؟ 3 قرارات ذني مو قرار واحد. الاول كان غيابي ما حضرت مع العلم متبلغه. الثاني اجت قالت انا غيابي قامتها من جديد وهم اخذت مطاوعه. والثالثه ميزتها ورا 3 اشهر اجت تمييز الي وما نفذت. فثمانية سبعة توسلت بها بحيث بعد شوية أبو سرجلها أريد أشوف جهال. ثمانية سبعة قبل العيد بيومين عيد الكبير الراح ما مقتنعت. رحت أنا بالسيارة سعد وجهالي خمستهم بالسيارة أخذتهم ورحت للبيت فرحان بجهالي راح أشتري لهم ملابس وشايفهم. وأنا من يعني علاقتي بأطفالي الصديق كان مو أب يعني. المهم الآن شفت بنتي الكبيرة اللي عمرها 15 سنة قاعدة بالصالة ما مش يعني ما مجتمع بينهم من هيك. فرحت ياما قلت له ايش بابا؟ قالت له ما ابي. طبعا تعابير الوجه غير. المهم لحيت بالموضوع بابا سولف لي حبيبي ما ادري شنو كان يقول انا بعد ما اقدر اتحمل. انا كل ظني مثلا ما اقدر اتحمل انه الانفصال الموجود. قلت له بابا هذا ظرف. كان يقول لي لا بابا مو هذا اللي ببالك. قلت له شنو؟ كان يقول لي لا اكو موضوع اكبر. انا هنا استوقفت الموضوع يعني. قلت له شنو؟ كان يقول لي بس اخاف. قلت له ما يمسك غير بس الهواء هاي اللوزه الطير وما حد يمسك. سولفي لي خلي افتهم. ايش قد عمرها هي؟ 15. 15 كان يقول لي موضوع امه وخالتي غير اخلاقي يعني دعاره. قلت له شلون؟ كان يقول لك واحد عمره 60 سنه من نطلع احنا يطلع ويانا هو اجى للبيت رادت تطببني بالصاله انا وياه. مرات تفتح كاميرا تقول لها تعالي سولف وياه ومن تطلع تقول لها طبي عليها بدون رابطه. وشايفه بعينها اثناء ما صاحتها البنيه شارده خاتله يعني تعالي يا سلام الفاظ يعني تعالي غبيه من المهل هاي. تقول انا شفت الموضوع شفت تحت باب المطبخ الشباش مال المطبخ شلون عاكس شفته ايش دا يسوي يعني لا تفهم قصدي. المهم كان عيد انا هذا الاسبوع اللي انزل بيه من الدوام اسبوع باسبوع انزل بيه يوم الجمعه جوي جا العيد. انت سمعت هاي السوالف بناتك انه بعد يمك يعني؟ اي موجودات يعني. اي القاضي الثاني ما طلع يعني. انت رفعت دعوه بهذا الموضوع؟ لا انا لحد الان ما رفعت. ليش؟ انا خوفا وسمعه. انا عندي بنات بعد يومين اذا واحد دق علي الباب يعني الشرطة اقول له يعني اذا قال لي امهن شنو وليش الشرطة اسولف وياه. ولحد الان انا عندي دعاوي مقيومه علي يوميه دعوه تقام يوميه دعوه تقام. ولحد الان انا ما خلص من هذا الموضوع. يعني من وصلت شغله الشرف انا كله يهون الا الشرف. من توصل الشغله من الشرف الفلوس اشيل بغير محافظه حفاظا على بيتي بس من توصل من الشرف انا بعد ما اقدر.